هم أجواءنا الرمضانية راح تكون ويا عائلتين، عائلة أبو سفيان من الموصل وعائلة أبو فلاح من تكريت، خليكم ويانا. السلام عليكم، مرحبا. شلونك؟ هلا ومرحبا. الحمد لله علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين. احنا برنامج فطوركم علينا. يا الف هلا بكم، تفضلوا. الله رمضان كريم ان شاء الله عليكم وعلينا. ان شاء الله. بيت ابو سفيان من الموصل. نعم. زين، انا بالبدايه راح اعرفك ابو سفيان على الكادر مالتنا، وراها انت تعرفني على عائلتك. الشيف محمد السوادي. على راسي، الف هلا. الكوافير وسيم. المصور الفوتوغرافي محمد الشمري. على راسي. مساعد الشيف محمد. على راسي. عندنا اثنين محمد. اي نعم. زين، هسه اريدك تعرفني ابو محمود، ايضا مساعد الشيف. على راسي. محمود اليوم هنا قاعد ما شفته. زين، هسه اريدك تعرفني على عائلتك. ام سفيان زوجتي. هذاك سفيان الاول. سفيان ايه الكبير. ايه. والوسطاني علاء. علاء. وعلي. علي. وعبد الله عبودي. زين، احنا اليوم ان شاء الله راح نسوي اجواء رمضانيه سويه حلوه. بالبدايه اريد نعرف انه هذا بيتك هو ايجار لو إيجار. قاعد بيه ويا احد؟ ايجار. ايجار. ايه مأجر ايجار. ومأجر انت من الموصل؟ ايه. صار لك ايش قد هنا انا بهاي المنطقه؟ والله صار لي بهاي المنطقه؟ اي نعم. انا كنت المنطقه وبعدين تحولت. يعني اقصد باربيل. ايه طب باربيل تقريبا صار لي سنه ونص هيك. سنه ونص. ان شاء الله. والله كنت ببغداد. ايه ومو بغداد. ايه مو بغداد، جيت على عندك شغل هنا بهذه المنطقه؟ لا والله ما عندي شغل، بس اشتغل بالصناعه عامل. بالصناعه. اي والله. زين، طبعا اليوم مثل ما تعرفون انه الشيف محمد السوادي راح يحضر لنا اكلات حلوه، بس بالبدايه لازم انتم تطلبون من عنده اكله انتم تريدوها حتى يسوي لكم اياها. والله الشيف السوادي عاد ما يقصر، ايش ما يسوي احنا يعني بلا قصر. يعني ما عندك اكله تريدي يسوي لك اياها؟ لا هو على ذوقه ايش يسوي. خلينا نشوف لعد ابو سفيان. والله انا الصراحه احب القوزي. القوزي. اي والله. راح تسوي لهم قوزي اليوم محمد؟ اليوم قوزي اسوي لك. ابغى عليه بالتلفزيون بالشرقيه بنسوي. ايه؟ نقول يا ربي ان شاء الله يجونا. والله اليوم زين قول لي شعرك شلون، خفيف لو طويل؟ شعري؟ والله انا ما عندي شعر. وسيم. تمر ما عندي شعر. زين. وقعت على شعره قلت له. اي نفس شعره؟ ايه قال اريد مرايه رجال، قلت والله ما عندي، لان انا ما عندي شعر العادل. زين. وجيت انا لمشط. اي. فجيت قلت له بس اريد مرايه اريد امشط اريد تفشيه مستعجل. على راسي. ان شاء الله اليوم راح نتونس ويا، عندنا المصور محمد راح يسوي لنا صور حلوه تذكاريه. ان شاء الله. ومحمد سوادي عنده طبق رئيسي راح يسوي لنا اياه. شنو هو الطبق؟ الطبق الرئيسي هو البيف سترا فراي. اي شنو هذه الاكله؟ صيني. ها؟ هاي الاكله ما سامعينها. اي هو يعرفنا عليها اليوم. لا هذا الطبق صيني طبعا اسيوي. اي نعم. متكون من شنو؟ من اللحم وخضروات. لحم وخضروات. نعم. ان شاء الله اليوم ناكل هذا الطبق. زين، احنا طبعا ويانا عائلتين، انتم اول عائله ويانا عائله ثانيه راح ناخذكم ونروح ناخذ العائله الثانيه وناخذكم على المكان اللي احنا مسويين ان شاء الله ومجهزين. ان شاء الله تونسون بيه اليوم المكان. احنا نفسيتنا تعبانه حيل. لا اليوم نغير جو ان شاء الله. والله كنا نتمنى تزورونا، والحمد لله والشكر الله استجاب دعائنا. الحمد لله. الف الحمد لله. زين هسه احنا نتوكل ونروح ان شاء الله. يلا.
مرحبا، تفضل هنا نيمني، شلونك، شو اخبارك، رمضان كريم. الله علينا وعليكم يا رب، نعاد على كل سنه وكل المسلمين، امين يا رب العالمين. تفضل يمك. اي تفضل يا ابا، على راسي يا مرحبا. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. شلونكم، شو الاخبار؟ والله نحمد الله. ابو فلاح صحيح؟ بل يعني ابو فلاح. نعم. زين، انا بالبدايه راح اعرفكم على الكادر مالتنا، الشيف محمد السوادي، الكوافير وسيم، والمصور الفوتوغرافي محمد الشمري، ومساعد الشيف محمد ومحمود. اليوم ان شاء الله راح نقضي يوم حلو، طقوس رمضانية جميلة نسويها سوية ونغير جو، اوكي؟ اريدك تعرفني على العائلة مالتك ابو فلاح. اطفالي فلاح ومحمد ورسول وصلاح وزيتونة و البنية اسمها زيتونة؟ زيتونة. هنا قد عمرها؟ تقريبا 16 سنة. بالمدرسة هي؟ لا ما تسمع ابوك، ما تسمع ولا تحكي. زي مو اكو مدرسة لهم خاصة ما خليت؟ مو الظرف المادة شوية، مو يعني اللي نريد بيه نقدر، يعني هسه مقومين بس لذول الأطفال يعني للمدرسة. زين أنتم منين؟ احنا من صلاح الدين قضاء بيجي. من صلاح الدين، وهذا البيت إيجار لو شنو؟ إيجار والله. لا والله إيجار. صار لكم جهد هنا أنا بهذا تقريبا المكان؟ صار لنا 4 سنوات. شنو شغلك أنت؟ والله كاسب يعني شغل عمالة يعني وين ما شغل اشتغل بيه إن شاء الله. زين، اليوم رح نسأل الشيف محمد السوادي، طبعا هو حكانا قبل لأنه احنا رحنا على عائلة قبلكم، حكانا على الطبق الرئيسي شوي، احكي لهم عليه واسألهم شنو هم يحبون تسويهم. والله هو الطبق طبق صيني آسيوي، اسمه بيف ستافراي. حفظي اسمه لأنه رح أسألك عليهم فلاح بعدين. عبارة عن لحم وخضروات بالإضافة إلى صلصة المحار والصويا صوص. زين، وبالنسبه للاطباق اللي احنا راح نقدمها لكم على الفطور تكون اما برغبتكم، اما العائله الثانيه اللي طلبوا قوزي. انتوا شنو تطلبون اليوم؟ والله احنا لا تقول لنا بكيفك لانه لازم تطلبون شيء. والله الاكله المفضله عند العرب يعني القوزي، ماكو غيره. القوزي نفس الشيء. وانت يا فلاح؟ والله يعني نفس الشيء، نعتبر القوزي مثل الدولمه البرياني، هاي احنا الاكلات هم نرغب ان شاء الله راح نسويكم يعني. طبعا احنا اخذنا عائله قبلكم، وانتم العائله الثانيه راح تكونون ويانا، راح نتوجه للمكان اللي راح نسوي بيه اجواءنا ونطبخ بيه ونسوي بيه الفطور، اوكي؟ نتوكل، يلا. صومك يحلى مضمون الشغلة وسهلة، لو رايت صومك يحلى مضمون الشغلة وسهلة، اسأل عطول الغياب. عائلة بيت أبو سفيان من الموصل اللي قلت لكم عليهم، أخذنا عائلة قبلكم، وعائلة بيت أبو فلاح من صلاح الدين. هسا احنا متجهين للمكان اللي رح نقضي به هذا يومنا إن شاء الله، رح نعرفكم عليه إن شاء الله، رح تستمتعون به المكان والناس وكليتكم بيه. يا اهلا وسهلا بكم، طبعا هو هذا المكان اللي احنا مجهزيه اليوم ان شاء الله لكم، فاريدكم تاخذوا راحتكم واريدكم تتونسون وتستمتعون بالمكان. طبعا بالبدايه احنا راح نروح نتسوق يعني المسواق، فاريد نعرف منو من عندكم او من عندكم انتم يعني مو شرط النساء شاطر بالمسواق حتى يروحوا ويانا، لو تخلوها اليوم براس
النسوان على طول نحن نسوق يعني، يعني على طول نكسر القاعده اليوم وهم نروح احنا على راحتكم. على راحتكم. ام فلاح شلونك في النسوان؟ والله زينه. تسوقين انت دائما؟ اي دائما انا اتسوق، يمكن مرات اذا ما يعجبني اطلع اشوف لحم وياهم يعرف اسوق. اي هم مره دازتها على السواق وجايب لك اياه يا اما ممرود يا اما خربان. لا لا عادي. لا لا اكيد صايره يا ابو فلاح. صايره وياك؟ لا يا يعني تضمضم لك اياه، خلي اجي يمك حتى اخذ من عندك الحكي. ضمضم لك؟ إيه ده ضمضم شوي شوي. يا مرة دزتك على مسواق وما جبت لي يا مضبوط. لا أفضل شيء البارحة خليتهم بدون عشاء. ليش شلون خليتهم بدون عشاء؟ وصلتي على مسواق البارحة ما جاء؟ مسوقة أنا أصلاً. لا ليش خليتهم البارحة بدون عشاء؟ منتظريني والله الجهال. إيه. قالوا لي يعني البابا يريد عشاء من برا جيب لنا. زين. قال لكم بابا أوكي راح نجيب. إيه. أفضل شيء خلاهم بدون عشاء البارحة. يعني رجعت إيش قلت لهم؟ قلت لهم. لا جيت قلت لهم تعبان خلنا نوم. زي شلون لعد فطرتوا؟ والله فطرنا هالموجود وها هي. سويتي ورتبتي. زي ما زعلتي من عنده؟ وأم سفيان؟ والله أنا يعني ما كنت. سويها بيج؟ لا لا ما مسوي بالعكس يعني أي شيء أريد وجيبه مضبوط. حس الفطور أنتوا يومي منو يتسوق منو يجهز؟ أحيانا إيه أبو سفيان يعني يساعدني. شو يسوي مثلا يساعد بالمطبخ؟ يعني خفايف ما طبخ وما طبخ لا. اي لا شو يسوي؟ يعني مثلا يودي معايا يجيب معايا هيك. زين بتعاون ابو سفيان؟ اي والله عاونه على طول. اليوم شو بده يباوع عليك ويضحك محمد؟ يعني اكيد محمد راح تدخله وياك اليوم بالشغل؟ والله طلبات اليوم. انت اكثر واحد اليوم فاصوليا وقوزي. فاصوليا وقوزي. اي والعائله الثانيه اي شكوي. خليه يشتغل. صار ما يعرف. خليه هو يسوي الفاصوليا. يلا. شو تسوي؟ بس اثرم ما اعرف اطبخ. جابك على الثرم. بيض وكل شيء ما اعرف. حتى بيض ما تعرف شاي؟ بلا اعرف اثرم هاي شاي. ايه بس شلون الشاي تسوي؟ والله درجه اولى. درجه اولى يمدح بنفسه زين. زين احنا طبعا راح ناخذ ام فلاح راح ناخذهم من عندكم خليكم ترتاحون من عندهم ان شاء الله. ما تقول لا لا عادي. زين راح ناخذكم ان شاء الله نروح نتسوق انا وياك وام فلاح وشيف محمد سواجي. يلا نروح تخلي هذا الكتكوت يا ام ابو. يلا خلي نطلع نتوكل. تفضل يا امه. محمد خليني اسال ام سفيان نشوف بلكي ابو سفيان يحب اكله لانه ما قوين. ام سفيان، ام سفيان شنو الاكله اللي يحبها ابو سفيان وما قدر يقول لنا اياها قدام الكاميرا؟ ابو سفيان يعني حيل يحب الفاصوليا والتمر. فاصوليا زين يعني راح تسوي لي اليوم فاصوليا محمد؟ اي اسوي يدلل ابو سفيان وطلب قوزي. اي وهسه ضاف الفاصوليا ويدلل. تمام هاي يعني شغلتين هو طلب اليوم خلص نسوي له اياها ان شاء الله. حتى العائله الثانيه هم طلبت قوزي يعني باي الحاله راح يكون هم قوزي. زين متفقين على اي ما ندري. زين احنا ايش راح نسوي هسه؟ راح نتسوق بس ناخذ الخضره. نبلش ناخذ الخضره بالعصاير واحنا صايمين بوا عليها منظر قاسي.
رجعنا من المسواك، اثنيناتهم كانوا زينين اليوم بالمسواك وتعاوننا سويا وساعدناه للشيف محمد السوادي، وقالت انه هو حتى ما يعرف يسوي لا زلاطه ولا شيء ولا يعاوني، بس انا جاملته حكيت قدامي. يلا ما يخالف عادي. طبعا احنا راح نخلي الشيف يبدي يحضر بالفطور، بس احنا لازم نروح نتسوق ملابس العيد، يعني مثل ما تعرفون احنا مقبلين على العيد، ف راح نشتري للاطفال الملابس وللكبار هماتين، بس نريد نعرف انه اجواء العيد شلون كانت وياكم بصلاح الدين انتم؟ محافظتنا وديرتنا يعني السكن مالتنا تبع يعني شغلنا وكل عملنا هناك يعني حيل حلوه، يعني هسه متفارقين يعني كل واحد بمكان، واللي ما يشوف اخوه واللي ما يشوف قرايبه واللي ما يشوف عمامه، فمرتبطين يعني هسه بعمل فرقنا كثير يعني. بصلاح الدين قديم لا احسن واحلى يعني، كانت الاجواء العيد واجواء رمضان زين، يعني اجواء طيبه حلوه زين. وزيتونه زين، اي اعرف ما تحكي، بس انتوا شلون يعني تتعاملون وياها بالبيت يعني؟ والله هي تفهم علينا يعني شو نقول لها، شو تجيب لنا تفهم علينا يعني. تقدرين يعني مثلا تساليها انه تحب تشتري ملابس عيد او مثلا تحب العيد؟ ايه تعرف اساليها وخليها تجاوب حتى نشوف يعني انه شلون تتواصلون سويا. ملابس مال عيد شلون تقولها؟ مال عيد ملابس مال عيد يعني نقولها يعني السلام هيك. هاي مال عيد؟ اي هاي مال عيد الملابس تعرف يعني. شلون هي تجاوبك؟ هي تعرف عاد، مثل نقولها يعني شلون يعني اجى العيد وما لابس العيد يعني احنا نصوم هيك نحكي لها. هي تعرف الصوم هي؟ ها الصوم يعني طباخة درجة أولى. طباخة ما هي درجة أولى تطبخ. شنو تعرف تسوي أكل؟ والله كل شيء تعرف تسوي. شلون أسألها أقول شلون تعرفين تسوي أكل؟ يعني مثل تقولي لها أريد يعني أكل هيك بالإشارة، إي مثل يعني شاي. تقول ما أريد، هي عبالها على أكل بنقولها. لا، إي هي يعني شوية يعني تعرف. تطبخ يعني؟ شنو تعرفين؟ يعني أكل، أكل تعرف يعني مثل مرات يعني يلا أي شيء. منو علمها على الطبخ؟ يعني انا وياي بالمطبخ تعلم وياي دائما. زين هي داخله مدرسه لولا؟ لا لا ابد ما دخلت، ثلاث سنوات شويه، ثلاث سنوات ايه حتى يعني صارت بها ليش هي يعني مو من الولاده لا لا, لا لا ما بيها شيء، كانت من الولاده بس بالسقوط يعني بالحرب الطائرات وما طائرات، وكانت هي فوق تلعب بالسطح فخافت القصف ما قصف، خافت من الطائرات وذبت حالها من السطح من فوق، فصار عندها صمامات وتسدد بالشرايين بالراس ما تدمق، ففقدت السمع والنطق يعني الكلام. زين يعني ما لها علاج بموضوعها؟ والله علاجها يعني عالجتها بغداد وعلاجها على اساس بتركيا، بس يكلف اكثر من اللازم. بس الدكتور مالتها قال يعني بعد شيء قرار انتهى بعد. بس بغير ما كان انه اكو لها علاج احتمال يعني. لها علاج بس يكلف يعني اكثر من اللازم. زيتونه زين، منو سماها زيتونه؟ بيبيتها. بيبيتها ليش سمتها زيتونة؟ بيبي يعني بيبها جدها وقال اسم زيتونة أحلى، بيبيتها قالت لا أريد أقبال على اسمي يعني على اسم والدت، على اسم والدت أبوه. بعدين صار فلاح. زيتونة بعدين يعني جدها أبوه فلاح قال لا أنا أريد أسميها زيتونة وصار لها اسمين. أقبال تركوا يعني حلوة. اليوم إن شاء الله راح نروح نشتري ملابس العيد سوية وناخذها ونشتري لها الملابس اللي هي تريدها. نطلع وين هاي؟ أنا عبالي خف أديتي. نروح نتسوق ملابس العيد كليتنا سوية. يلا تفضلوا، خلينا نشيل هذا الكتكوت. يلا توكلوا على الله. يلا تفضلوا. هذا المكان راح نتسوق ملابس العيد اليوم. تفضلوا تفضلوا يا امي وقفوا ام اي تفضلوا تفضلوا ام سفيان راح تسوق لنا. ابو سفيان انت ملابس العيد؟ تعال هيك وقف.
شلون؟ دائما اشتري الولادي مال ملابس العيد. هو اللي لابو سفيان؟ هو يشتري نفسه. اي أيوة والله. يعني تختار للاطفال ما تختار لك. اي أيوة والله. شوي وجهك على الكاميرا. اي أيوة والله انا اختار لي. اي أيوة والله. اي أيوة. أيوة والله. بس يعني اليوم انت راح تختار. ان شاء الله ان شاء الله. زين. راح يسوي لك وسيم بما انه انت شعرك خفيف. اي والله شعري خفيف. ايه يمكن انت ما تروح حلاق وسفيان هي اللي. اي والله في البيت. والله في البيت. اي والله. اي والله العظيم. يعني تحليلي صحيح. اي والله العظيم. وين ام سفيان تضحك؟ تفضل هنا. زين ابو سفيان هسه انت راح بس تخفف. ايه راح ما راح تصبر. ايه وخلاص يعني خلاص. ايه اليوم لا. كل مره ام سفيان اليوم وسيم. اليوم يعني بالبيت بس بالبيت. ايه والله تمام. ما يعني يدير نفسه بان. اي لا اليوم أيوة. ان شاء الله وسيم راح يدلعه ان شاء الله اليوم تلعب اجمل مظهر. ما في شيء يسوي باروكه اذا اريد نسوي له بوسيم. ايوه
هذه طبعا هم راح اسوي لهم شو شيء لاخوه اي حلو حيل هذه راح اسوي لهم اياها بساعه بالساعه يعني راح يسوي لكم اياها بنهايه اليوم راح يسوي لكم اياها على شكل هدايا ساعه بميداليه باطار شيء هذه الصوره هذه راح اسوي لهم اياها باطار ضوئي يعني شلون تيبل لام صوره على شكل تيبل لام باناره حلو حلو حلوه هاي الحركات حلوه اي هذه صوره جماعيه الكل العائلتين العائلتين حتى تبقون تتذكرون بيت ابو فلاح وبيت ابو فلاح يتذكرون بيت ابو سفيان ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم شلونك محمد شنو الاخبار مال الاكل والله الحمد لله تفضلي تفضلي يمي جبنا لك ابو ابو سفيان موتنا على الفاصوليا أيوة والله اريد يشوف شنو الاخبار الطبخه تفضل ابو سفيان تفضل ابو سفيان يريدون يشوفون شنو اخبار الاكل ويريدون يتعلمون من عندك الطبق الرئيسي اليوم اي بسيطه يدللون يدللون على اساس الفاصوليا اهم شيء طمنا انه كملت ان شاء الله قوزي ما باقي ان شاء الله على وقت الفطور جاهز ان شاء الله تمام ان شاء الله زين الطبق الرئيسي هو بيف ستروفراي هذا الطبق صيني هو اصلا نعم عباره عن 250 غرام لحم مكعب بهارات الستيك باللحم وعندنا هنا سكر زين الصلصات اللي تدخل عندنا اللي هي صلصه المحار وصويا صوص وزيت السمسم زين يمكن صارت صعبه عليهم لا هي هواي بس يحفظوها يسالوك عودي يسجلوها عندهم عندنا هاي صويا صوص اول ما نخليها على اللحم شنو هاي صويا صوص اوكي صلصه الصويا نخليها فلفل اسود حطتهم كلهم سويه هاي يا حبذا هذا يكون يعني اقل شيء فد 30 دقيقه بالثلاجه بس احنا لين الوقت متاخر عندنا اي ما بقى شيء يعني وقت الفطور واحنا جوعانين بصراحه هسه نبدي نخلي هاي طاوه عندنا طاوه عميقه وطاوه عاديه يعني تمام اثنيناتهم تيفال نخلي الزبده هنا للحمه تمام نخلي اللحمه لا تخافوا وين تروح ها؟ صرخه مالك تريد تشوفيها؟ ريحه الصويا تطلع الصويا تطلع وكل ما تطلع الريحه مال الاكل مالتك كل ما نشتمها كل ما نجوع اكثر ان شاء الله ما بقى شيء على الفطور ان شاء الله عندنا طاوله ثانيه نبدا نشتغل بيها تمام الطاوله الثانيه شو راح تخلي بيها؟ الطاوات طبعا ما نخليها نخبطها وياها تمام يعني كملهم اثنيناتهم كل وحده بطاوله على شكل هيك خلي البصل خليت البصل راح ادب الفلفل بعدين البروكلي البروكلي والبصل, والبصل الاخضر نعم عندنا هذا الافطار والافطار تمام شكر خليت نعم. الغريب انه بالاكله هو موجود السكر عندنا صويا صوص مالحه وايضا المحار احنا نريد نحافظ على شكلها عاشت ايدك طبعا ما تطول يمكن 10 دقائق لا ما تاخر 10 دقائق اذا الميزوبلاس مالت يعني المواد مالتها كلها جاهزه ما تاخر هذا الصوص مالتها كلش طيب ويا الرز الابيض ويا حبذا يكون الرز مسلوق يعني بدون دهن وبدون كل شيء لان هي اغلب الاطباق الصينيه تكون الرز مالتها مسلوق بدون دهن يعني ها يسلقونه على المي على المي إيه؟ بدون دهن عاشت ايدك يجنن الطبق وراح ننتظر بحماس على السفرة ان شاء الله ويا الفطور شكرا محمد
انه انت كنتي من محافظه صلاح الدين، شلون كانت اجواءكم هناك برمضان؟ يعني انت يمك عائلتك اهلك قريبين عليك، صار تشقير ما شايفه اهلك؟ والله يعني قبل، يعني انا طلعت من يعني قبل ما اهلي يطلعون بثلاث سنوات طلعت قبل اهلي. انا اهلك هم طالعين من بعدين عاد اي طلعوا اهلي وراي الحمد لله، عاد هسه هنا يعني اهلي حتى اهلك وياك اي حتى اهلي بعدين طلعوا وراي يعني الحمد لله. يعني شو اخر سنه كنتوا بيها بصلاح الدين؟ اخر سنه يعني بصلاح الدين 2014 بنهايه 2014 احنا طلعنا طلعنا يعني شلون ما نقول يعني قبل ما يصير يعني شويه الاوضاع مشي طلعنا احنا راسا استغرينا يعني هنا الحمد لله. فبعد ثلاث سنوات اهلي ردوا ملحقوني جمي يعني يعني ايه هنا الحمد لله. يعني نشوفهم الحسن الوضع الحمد لله. نشوفهم ام سفيان شلونك بالحمد لله برمضان؟ والله الحمد لله. شو الطقوس اللي انتم تسووها برمضان وبالعيد هم؟ والله بالموصل وهنا شلون كانت وياك؟ والله بالموصل اطيب اطيب بين الاهل اهلنا وقرايبنا وعمامي وخوالي كلتهم يعني هناك غادي اطيب، بس من جينا هنا شويه تغيرت حيانا تغيرت حياتنا شويه. ترجعون هسه الموصل لو تعودتوا على جو اربيل؟ لا والله تعودنا هنا بعد على جو اربيل. زين انتم المنطقه مالكم اللي بالموصل هسه متحرره؟ متحرره. عشان شو ترجعون؟ اولا ما عندنا لا بيت. ايش عجب ما ترجعون هسه اذا منطقتكم اللي بالموصل تحررت؟ شويه غادي غالي. وبيتكم هناك بالموصل؟ ما عندنا والله بيت. ما كان لا والله ما عندنا بيت، ايجار. واستتل شويه الوضع ما طيبه هناك وتعودنا هنا واولادنا يدرسون هنا. هنا احسن. اطفالك كلهم بالمدرسه؟ بس علاء وسفيان عندي بالمدرسه. شلونهم بالمدرسه؟ والله الحمد لله شويه زينين. زينين شويه ما تصير. والاعياد شنو تسوون بالعيد هنا باربيل؟ شلون تعودتوا على هذا الجو هنا؟ والله هذا العيد الراح سوينا الكليتشا وبيت خالتي جو يمنا. أي. عندك من الموصل هنا موجودين اخواتي هنا خمسه. اي كل خواتي وخالد زوجي خمسه خوات، يعني حاسه الغربه هوايه واحد يسير على الثاني. اي خواتي الحمد لله هنا خمسه وخالد زوجي هنا وخالته الاخهم هنا وخواتهم هنا موجودين. تتجمعون؟ اي هم عاد اي نطلع. والله ذاك العيد كنت حامل بابني ما طلعت بمكان، ظليت بالبيت. اي والله بس ان شاء الله كنت ببطني. هسه ست اشهر عمره. ايه وهذا العيد ان شاء الله. والله بعد ما فكرنا وين نروح وين نجي. ايه يعني ما راح ترجعون؟ ما نفكر انه ترجعون. لا والله وين ما عدنا يعني مسكن. لا الاهل اللي اجوا وياك؟ لا لا ما شفنا شيء حلو بالموصل. هنا هي قبل ايه طيبه تخبل. ترجع ان شاء الله. ان شاء الله ترجع. ان شاء الله ترجع واحسن بعد من قبل ان شاء الله. فلاح الفطور جاهز، اريد نسمع من عندك دعاء الافطار. اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت وتمت العروق. ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله يا رب.
طبعا وصلنا لاخر فقره وهي فقره الهدايا، بس قبل الهدايا اريد اسالكم عن الفطور، شلون كان وياكم اليوم وشلون اللمه؟ اهم شيء اللمه الحلوه. والله هاي اللمه احلى لمه هاي يعني، والفطور حيل زين حيل زين وطيب. اسال ابو سفيان. والله هاي الفرصه ما تتعوض معاكم يا والله. والله العظيم يعني احنا ما كنا مصدقين، والله العظيم انتم خبرتوني الصراحه حالي ما مصدق، عبالي قرايبي عايشاقون وياي هاي. اي والله العظيم. والله شلون كانت اللمه مع الفطور؟ والله حلوه وياكم، حيل حلوه. اي والله شلون شفت الاكلات اللي انت؟ والله هي طيبه. اي والله اي والله. وانتم بيت ابو فلاح ان شاء الله السفره دائمه، ووجودكم ان شاء الله يعني طيبين، وتونسنا والسفره دائمه ان شاء الله. ونشكر قناه الشرقيه، ونشكر سعد البزاز، وان شاء الله دائم فوق رؤوسنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. والله نشكر اولا شيء نشكر الكادر. اي نعم. نشكر اخونا استاذنا سعد البزاز. اي نعم. وكانت لمه يعني ما حد يتوقع بيها. يعني لم الشمل تونسنا يعني بيها يعني، وضحكنا والاجواء الحلوه. ونشكر يعني شكر جزيل الشكر للشيف اي محمد سوادي على الاكل الفطور. الفطور مالته يعني النكهه والشيء يعني اللي سواه اكثر من اللازم، ما قصر وما قصر وعاشت ايده. زين طبعا احنا جينا لبيتكم وشفنا الاحتياجات البسيطه اللي موجوده بالبيت، جبنا لكم غراض اللي هي غساله وثلاجه وطباخ وشاشه بلازمه موجوده. فخلي الاطفال يفتحون الهدايا، طبعا لكل عائله من الهديه هي قطعه يعني ثلاجتين طباخين. اوكي انتوا افتحوا الهدايا، افتحوا الهدايا، يلا اي روح افتحوا. زين تفضل هنا انت ابو سفيان يمنه. طبعا عندنا الهديه الثانيه اللي راح نقدم لكم اياها، هي المبلغ المالي. ان شاء الله يا ربي هذا المبلغ يقدر يساعدكم ويعينكم بهذه الظروف، ان شاء الله هي تكون هذه الظروف مؤقته اكيد، تستقرون ترجعون لبيوتكم. تفضل ابو فلاح. ابو سفيان تفضل. عندنا الهديه الثالثه هي من محمد الشمري اللي هي الصور التذكاريه، سوى لكم مثل ما حكينا اليوم وشفناه هو محضر لنا الصور اللي هي من خلف الكواليس. و هاي صوره عائله بيت ابو سفيان. بيت ابو سفيان تفضل ابو سفيان. هذه يا صوره هذه ابو سفيان مع الحلاق. ان شاء الله يا رب هذه الصور هي تبقى تذكاريه موجوده ببيتكم من كادر قناه الشرقيه، كليتنا احنا متجمعين بالصور. وتبقى الهديه الاعظم اللي تقدمها قناه الشرقيه وهي المصحف الكريم. تفضل ابو فلاح. هذه اجمل هديه. شكرا. تفضل ابو سفيان. مكتوب عليها الشرقيه كانت هنا. شكرا جزيلا لتواجدكم اليوم ويانا، ان شاء الله يا رب تكونون استمتعتوا وتونستوا ويانا. عندنا بعد هديه اخيره هي للاطفال، راح تكون هي يعني جنط للمدرسه وياها قرطاسيه. اوكي طنيان، لانه يعني شفنا الاطفال انه مقبلين اكو بيهم على مدارس، بس هم ما عندهم يعني حكينا بالتفاصيل على مود الجنط، فالشرقية حبت انه تقدم لهم هذه الهدية البسيطة لهم وتفرحهم بها ان شاء الله. شكرا لكم. الله يسلمك ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج فطوركم علينا. باي باي.